ركعتي الفجر لوحدها اللي هي سنة الفجر القبلية، يقول النبي عنها اسمع اسمع، والله العظيم يا جماعة الذي يفرطها أنا في تقدير أقول أنه خسران. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتي الصبح خير لك من الدنيا وما عليها وما فيها. كم في الدنيا والأرض من كنوز ومن خيرات ومن أشياء تلفت الأنظار وتسحر الحقيقة الألباب، ومع ذلك ركعتين الفجر فقط خير من هذه الدنيا كلها. حط عندك ميزان فسترى خيرية هذه الركعتين خير من كل ما في الدنيا. لماذا تفوتها ولماذا تتركها؟ أنس بن مالك يبكي كلما أذن الفجر، ليش يا أنس تبكي؟ قال: فاتتني مرة ركعتي الصبح. متى فاتتك؟ ليس حاشاه لهوا ولا لعبا ولا تفريطا ولا تضيعا، فاتته الركعتين، كان يشارك في قتال الفرس وكان يقاتل في تستر، هذا الحصن كان فيه الفرس في داخله، عانى المسلمون حتى فتحوه، دخلوه في هذا الوقت وقت الفجر تقريبا، 30,000 من المسلمين يقابلهم 150,000 من الفرس، وانتصر أهل الإسلام. وفاتت المسلمين ركعتي الصبح. أنس بن مالك كل ما تذكر هذا الوقت فاتته مرة يبكي يقول: مالي ولتستر، مالي ولتستر، وهو كان في جهاد وفي معركة في سبيل الله وفتح على الإسلام والمسلمين.